كل سنة وانت طيبة. متشكرة قوي يا بابا حافظ. ايه ايه بونبوني ايه، انتوا هتاكلوا تورته جوه. اهلا حافظ، انت دايما تيجي على اخر دقيقة كده. يلا يا جماعة اتفضلوا. اتفضلوا. الو. كل سنة وانتم طيبين، بس ما تشربوش الشاي. اللبن مسموم. ما حدش يشرب من الشاي، اللبن مسموم. مسموم؟ بدوري بنتي بنتي. الو، اديني رئيس المباحث من فضلك. دي مش عيشة دي. ده مش كلام، ده شيء زيادة عن اللزوم. وبعدين البوليس يطلب مننا اننا نبلغ، وادي اخرتها، كنا كلنا هنروح في ده. يا ترى الدور على مين فيكم بعد كده؟ يلا بينا. يلا بينا. انا متأسف قوي اللي ازعجته. بالعكس، ده احنا اللي متأسفين على اللي بيحصل ده، وربنا معاك. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. انتوا كنتوا ماشيين ولا ايه؟ في الواقع الموقف اصبح صعب جدا. على عموم الموقف انتهى خلاص. ايوه، انا هدفع الفلوس للعصابة كده اهو مرة واحدة. تقدر تقول لي سيادتك هستنى ايه بعد كده؟ تبقى العصابة نجحت في مهمتها، فضلوا يخوفوكوا لغاية ما سلمتم. دول سمموا اللبن يا فندم. يا سلام. طب اتفضلوا معايا. انتوا بتشتروا اللبن سايب ولا مبستر؟ مبستر والازاز مقفولة. وازاي بقى قدروا يحطوا السم في اللبن؟ اللي انا مندهش له اكتر، ازاي العصابة عرفت ان احنا بنشرب شاي ولبن وفي اللحظة دي بالذات؟ تسمحوا لي يا فندم. ايه يا حضرة الضابط؟ طب هم خايفين، والخوف هو اللي مخليهم يعملوا كده. وانت كمان يا ضابط يا همام، خليك جنب التليفون، واي حد يتكلم انا اللي هرد عليه. كل سنة وانت طيبة يا متمازيل. انت طيب. صدقتوا ان العصابة بتخوفكم؟ اتفضلوا يا جماعة خدوا راحتكم، كلوا واشربوا وهيصوا. دول شوية رعاع او باش، ان ما تمسكوش النهاردة هيتمسكوا بكرة. وتأكدي يا هانم ساعتها هتشعري بالفخر والسعادة، لانك كنت السبب في القبض على العصابة. تسمحي معايا؟ على فين؟ اعاين الفيلا. عن اذنك يا باشمهندس، اتفضلي. دي اوضه النوم، كلنا دلوقتي بنبات هنا في اوضه واحده. اسمعي يا هاني. ايوه. انا هكلمك بصراحه. اتفضل. وانا بشرب اللبن ما كنتش متاكد ان كان مسموم ولا لا. شفتي بقى مهمه البوليس صعبه ازاي؟ ما علينا، انا عايزك تثبتي وتخلي قلبك كامل. انا هعتمد عليك انت، انت بس، ما تخليش جوزك يدفع ولا مليم. وأؤكد لك هنقبض على العصابة الليلة. يا ريت. نيم البنت في سريرها. حاضر. عاوز منك خدمة دلوقتي. أيوه. الساعة دي بنقيس بيها الزمن، ستوب واتش. أيوه عارفة. انزلي دلوقتي مع ضيوفك، اضحكي في وشهم ودوري مزيكا وارقصي وكل حاجة. فجأة أنا هزعق، تطلعي جري، وطبعا هم هيطلعوا وراكي. المهم تكوني أول واحدة توصلي هنا. وبعدين؟ وبعدين أنا هطلع لك المجرم من وسطهم. البوليس مهتم المرة دي بالموضوع. ما هو لازم كده، الحكاية أصبحت ما تحتملش السكوت. أصلها ما عادتش فلوس وبس، دي أرواح ناس بتضيع. فيه يا إحسان؟ مفيش حاجة. وفين الضابط؟ بيعاين فوق. اقعدوا يا جماعة، خليكم معايا شوية لغاية أعصابي ما تهدى.
دور البيكاب يا أحمد. اتفضلوا 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 يا جماعة، التورتة واشربوا الشاي، ولا بلاش الشاي إذا كنتوا خايفين. بنتي بنتي خطفوها. ساب الجواب ده جواب 6000 جنيه او حياه بنتكم. الحقوا، فين الضابط؟ ايه في ايه؟ سيادتك بعت واحد ضابط. انا ما بعتش حد. واحد من العصابه انتحل شخصيه ضابط ودخل خطف البنت. ازاي حر الضابط ده يحصل وانت موجود يا فندم؟ ده وصل في عربيه بوكس. والبنت كانت فين لما اتخطفت؟ فوق يا فندم. ولما طلع فوق ما طلعت شويه ليه؟ انا ما شكتش لحظه في شخصيته، وده اللي خلاني اسيبه يتصرف زي ما هو عايز. اتفضلوا معايا كلكم. الصورة ديت هو اللي خطف البنت؟ أيوه هو. أنا شخصيا متأكد منه 100%. إبراهيم سيد العقدة الشهير باسم فرانس، سنه 32 سنة، أخطر مجرم في حوادث النصب والسرقة والسطو، متخصص في فتح الخزن وسرقة البنوك. وصل قبل احترافه الإجرام إلى مرحلة التعليم الثانوي، يتكلم بعض اللغات ويجيد التنكر. حكم عليه مرة واحدة بالسجن 10 سنوات، وقضى المدة وأفرج عنه من سنتين. خد حر الظابط، تنشر صوره في جميع الجرائد والمجلات، واعلن عن مكافأة 2000 جنيه لمن يقبض عليه أو يرشد عنه. حاضر يا فندم. اتفضل. عمري هو اللي عملها، اتلم على فرنس وفضلوا مستنيين لغاية ما سوينا المسألة وخلاص هناكلها وراحوا خطينها مننا. أول بنت كان خلاص هيدفع 5000 جنيه هيدفعهم. أنا مش مجنني غير فرانس، خد البنت وأنا واقف، فات من تحت درسي. لا معلش، أنا وهو والزمن طويل. ما تسيب الشغلانة دي وخلاص. مش ممكن، رجالتنا لازم يدوروا على عمري ويجيبوه من تحت الأرض، هو اللي هيدلنا على مكان فرانس. اكتب ده عندك ويتنفذ في الحال، في الحال. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير يا فندم. يا مجدع، انت الظاهر ما نمتش خالص الليله. البنت فضلت تعيط طول الليل، وفين وفين، عقبال ما حيلتها وسكتت. هي فين؟ جوه يا فندم. لا سيبها. انت دلوقتي نجحت في النص الاول من الخطه، المهم انك تنجح في النص التاني. وده بقى يا سعاده البيه؟ انك تدخل في وسط العصابه وتبقى واحد منهم، واول عمليه يعملوها بعد كده تبلغنا، فنظبطهم متلبسين هم والراس اللي بتحركوا. اتفضل اتفضل. العفو يا فندم. اشرب يا راجل، انت بقيت واحد مننا خلاص. مين كان يشد يا ابراهيم؟ فعلا يا بيه، من فرنسا النصاب العالمي اللي كان مدوخ حضرتكم يصبح بقدرة قادر الضابط كبير قد الدنيا. احنا اخترناك بالذات لانك نبيه وفهلوي وشجاع، وفي نفس الوقت متأكدين انك بقيت انسان شريف ومواطن صالح. البركة في ابني، من يوم ما فقد بصره انا قلت ربنا عماه علشان ينذرني،
فبطلت الإجرام. الحمد لله بكسب دلوقتي من عرق جبيني، وكل همي أخد منكم الألفين جنيه المكافأة علشان أعالجه ورد له بصره. إن شاء الله هيتحقق أملك. ولازمتها إيه بس الفضيحة دي يا سعادة البيه؟ أصول الشغل يا أبو خليل، ما أنت سيدي العارفين. ومراتي أنا حلفت لها على المصحف إنها هتوب، وحمدت ربنا إنها هتعيش بلقمة حلال، هتقول إيه دلوقتي؟ المهم لما نقبض على العصابة وصورتك تظهر في الجرايد ومكتوب تحتها البطل، رمز الشجاعة والتضحية، ولو دخلت العصابة وما خرجتش، يعني بالعربي لو ذبحوني، برضو هتنشروا صورتي وتحتها البطل رمز الشجاعة والتضحية؟ أبدا، هتكفوا على الخبر مجور، هموت وافضل في نظر مراتي وابني مجرم خاين للعهد. عاوز ايه يا ابراهيم؟ مراتي لازم تعرف من دلوقتي. احنا خايفين عليك. مراتي هتخاف عليا اكتر منكم. اسمع الكلام، امال يا ابراهيم؟ انت عارف الستات كويس. انا ضامن الست بتاعتي، يا كده يا بلاش. انزل يا ابراهيم شوف مراتك وابنك. صح. وترجع لنا بعد ساعه، ساعه مش اكتر. هيحصل. مش مظبوط، البوليس متفقوا اياها اساعدهم علشان يقبضوا على العصابه اللي بتهدد الناس. صدقيني يا فاطمه، انا حلفت لك ان همشي مستقيم، وانا عندي وعدي. صورتي دي علشان يوهموا العصابه ان انا مجرم بحق وحقيقه. وليه يا ابراهيم كده؟ ما كنا عايشين في امان الله. عشان حسن ابني هقدر اعالجه يا فاطمه، هيدوني مكافاه 2000 جنيه. ده سر بيني وبينك ما يطلعش عليه حد ابدا. قدامي نص ساعة ما فيش غيرها. حسن فين؟ جوه. حسن بابا. حسن، حسن مش تحاسب يا حبيبي. كنت فين يا بابا؟ غبت عليك امبارح، معلش سامحني، اصل طبقت النبطشية ويا دوب موادي التاكسي الجراج. انت بتتعب قوي يا بابا. بتعب؟ يا سلام، امال لما عجز هتعمل ايه؟ يا ريت نقدر اشتغل وساعدك. هتشتغل يا حسن. ايوه هتروح المدرسه تاني وهتكمل تعليمك وهتاخد الشهاده الكبيره وتبقى مهندس قد الدنيا. انت مش عاوز تطلع مهندس؟ بابا هيجيب لك الفلوس يا حبيبي عشان تعمل العمليه. العمليه عايزه فلوس كتير قوي يا ماما. انا مسافر الصعيد النهارده، اصل عندي حته ارض هناك هبيعها وبالفلوس هعالجك، وان شاء الله هتخف وترجع زي ما كنت واحسن. هتقعد في السفر قد ايه يا بابا؟ هي يا بابا؟ ها؟ مش عارف يا حبيبي، لحد ما الاقي المشتري وابيعها وارجع لك على طول. هتوحشني قوي يا بابا. وانت كمان يا حسن، هتوحشني قوي يا حبيبي. اشوفك بخير يا ابني. ماشي دلوقتي؟ ايوه. مع السلامه يا بابا. الله يسلمك. المأمورية دي هتاخد قد ايه؟ معرفش، انا وظروفي. خد بالك من نفسك يا ابراهيم. فاطمة لو مرجعتش وصيتك حسن اعملي له العملية. ما بلاش المأمورية دي يا ابراهيم، انا قلبي مش مطمن. لا يا فاطمة، انا في ديب حياتي ويشوف الدنيا تاني. هدفع المبلغ واخلص. اهم دلوقتي طالبين 6000 جنيه. ده مش مهم. ان ما كانش معاك المبلغ احنا مستعدين. انا شخصيا تحت امرك، اطلب اللي انت عايزه. انا خايف البنت يجرى لها حاجة. ما تخافش، لو دفعت هيردوها لك سليمة. ما حدش اتصل بيا لحد دلوقتي. هيتصلوا، اطمن. بس زي ما قلت
تديهم الفلوس. بس اوعى تدي خبر للبوليس. البوليس؟ وانا جننت؟ تليفون يا باشمهندس. مين؟ معرفش، ما قالش اسمه. الو هما؟ ايوه ها. الو، 6000 جنيه. عارف هدفع. المفروض اللي بيكلمك دلوقتي فرانس بيحدد لك بكره اخر ميعاد للدفع. في حد من اعضاء الجمعيه جنبك؟ كويس قوي. انا عايزك تتقن دورك وتضطرب كان بنتك فعلا في خطر. ال6000 جنيه هبعتهم لك البيت الليله دي. اكتب بقى العنوان ده. لحظه واحده بفضلك. ايوه، قلعه قايد باي. هتعمل صياد. الميعاد بكره الفجر الساعة 5. حاضر، هكون موجود في الميعاد بالظبط. الو، وبنتي امتى هترجع البيت؟ كويس قوي الربكه دي، خليك على كده. بعد ساعه، يعني الساعة 6 هتكون عندي. طيب قلعه قايد باي، عامل صياد. Thank you.
راحوا فين؟ مرحب بالجدعان، أنا كنت فاكركم بوليس. لما أنتوا زملاء ما قلتوش من الأول ليه؟ كنا نتفاهم مع بعض، وفرتوا علينا الضرب والركب والرصيات، والجاري ده اللي قطع نفسنا. حقك عليا يا أبو الزمل، أنا قرصت عليك حبة، معلش، تعيش وتاخد غيرها. فين الفلوس؟ فلوس؟ فلوس إيه؟ فين الفلوس؟ رد يا بجا. وبعدين بقى بقول لك رد. بس انت هو فين الفلوس؟ الفلوس وهم بيجروا ورايا. انا زغت منهم وحطيتها بين السطور. مش عايز تطلع الفلوس؟ اصلا انت هتدير معايا، الوقت بيروح، الملحقة الزميلي قبل الدور هيذبح البيت. فين الفلوس يا اخي؟ صدقني انا ما اكدبش ابدا. ما بتكدبش ابدا. اسمك فرانس وزميلك اسمه ايه؟ عمري، مش كده؟ ما تستعبطش عليا، انت ديتك موس في الغويط. عمري فين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وخليه يوصل البنت لأهلها. أروح له بنفسي أشوفه عمري ولا لا؟ قول لي العنوان. قول. ستة شارع السوائي، الدور الرابع، الشقة اللي على الشمال. وصل الظاهر، هو انا طالع فوق السطح وبقابله انت.
صباح الخير. اهلا. عمري موجود؟ مفيش حد هنا اسمه عمري. انا جاي من طرف فرنس، فأمرت البنت. فرانس كان خايف يتأخر عليك وتذبح البنت. انت متفق وياها على كام؟ يعني ما قالكش بعتك بس عشان تطمن على صحتي؟ خد ادي 20 جنيه. نعم 20 ايه؟ وطح حسك لحد يسمعك. انا متفق على 10 رقات، 100 اهيف ما يخصوش ملين، ولا يعني 100 جنيه كتير عليا، وهو تلاقيها هففله الشغلانة دي 1000 ولا 2000. يا حسرة، ده البوليس كبسوا. كبسوا؟ ما تخافش، نفد منهم، بس لا حصل 1000 ولا 2000، وانا اللي دبرت لك المبلغ بالتيلة. انت مين؟ انت من اهلك يا اخي؟ هتحقق معايا ولا ايه؟ حط الفلوس في جيبك ورجع البنت لاهلها وصب ساكت. في خطر ومش هنقدر نعرف مكانه. بخصوص المكافأة اللي أعلن عنها البوليس، الـ2000 جنيه. أيوه. هنرشد عن فرنس ولا هنسلمه؟ لا دي ولا دي. هشغله ويانا؟ لا، اقتلوه. أنا شايف إنه خسارة، ينفعنا؟ بالعكس، موته أكسب لنا. إزاي بقى؟ أقول لك دلوقتي، هو المجرم اللي بيهدد الناس واللي كل الناس عارفينه. لو احنا عملنا شغلانه، انظار البوليس هتتجه اليه، هيدوروا عليه مش هيلاقوه. اقتلوه وطووه في الصحراء. مع السلامه. استني ايه؟ عاوز اكلمك في موضوع. موضوع ايه؟ إيلين. إيلين؟ اه. عايز تقول ايه؟ مصمم برضه تدي لها المبلغ؟ وانت مالك انت؟ انت بتحاسبني؟ لا مش بحاسبك ولا حاجه، بس شايفك اليومين دول يعني تماديت زياده شويه في حبها. حب ايه يا ابني؟ انت لسه صغير. انا ما بحبش في الدنيا ابدا. انا حبي الوحيد دول اللي بحبهم. طب خلاص، وفر ال 5000 جنيه خساره فيها. مش خساره. إذا أنا دفعت لها 5000 جنيه يبقى أنا هكسب من وراها 50000. ده موضوع كبير. ابتديش أنت الموضوع ده. هتعرفه بعدين. ألو؟ صافي. لا يا حبيبي، جوزي نازل من الصبح.
طب انا مش هطول عليك، الاحسن يطب على غفله. الامانه جاهزه، هتيجي امتى؟ مستنيكي. رفوار يا شيري. ايه يا شيري 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 جديدة؟ ايوه. فرانس؟ هنقتله. اطلع نادي على شمع ياخدوا الجاروف ويبحثوا في الصحراء. إن شاء الله تكون عرفت العنوان. أديت الفلوس لزميلي؟ شفت بقى إنه مش عمري؟ فين؟ هنتمشى شوية برا. هتسلموني للبوليس عشان تاخدوا المكافأة؟ مش عيب تخونوني؟
اصل ملح وداب الشايب كم سب. جهزوا نفسكم هننقل على الوكيل القديم قبل ما يقل عقله ويبلغ عننا. مش عيب. معقول حد يبلغ عن زملاته وولاد كارو؟ معقول اسلم زملاتي للبوليس؟ البوليس اللي رماني في السجن 10 سنين، ويا ريت حرميكم في السجن اللي حيلف حوالين رقبيكوا حبل المشنقه. لو كنتوا هلافين كنا نقول اه تستحقوا الشن. بس ما اقول لك اسمع انت الاول. سيبه يتكلم. اه سيبني. تعرف انا ما رضيتش اعرف ليه؟ لانكم عيال كويسين ومجدع، وخصوصا مصطفى، بس صعبانين عليا قوي لانكم مرمين في سجن مؤبد، وهم الراجل بتاعكم يغضب على واحد فيكم يحكم عليه بالاعدام وزميله في حطله في الصحراء علشان يتويه. انتوا عايشين بتعملوا ايه؟ بتهببوا ايه؟ هي دي عيشة دي اللي انتوا عايشينها؟ تعرفوا مين اللي بيتمتع بحياتكم؟ ستكم وتاج راسكم. وده مين تاج راسنا ده؟ اللي بيستكردك يا بجم، اللي بيشغلك يا حجر. انتوا ازاي سايبين عمالي بس فيها النصاب؟ مطلوب بالساكت بقى. انا شايف يا درش انك انت الوحيد اللي بتستلقى المعلومات وبتسلم المحصول. بذمتك ما بتصعبش عليك نفسك كنت واقف قدامه زي العبد الذليل؟ انا عمري ما وقفت قدامه، عمري ما شفته ولا حد فينا شافه. يبقى هو ربنا بتاعكم يشوفكم ولا تشوفوهوش. يعني لو قدر الله واتظبطتوا كده في شغلانه تروحوا في شربة ميه وهو قاعد فوق في العلالي حاطط رجل على رجل، مش كده ولا لا؟ ما تتكلموا، ما تنطقوا. الراجل ده واكل عليكم فلوس كتير، معلش انا هعوضها لكم. احنا هنستنى لما يكلفنا بعمليه جديده وناخد المحصول ونوزعه على بعض بالعدل. انا زي مصطفى زي اي واحد فيكم، هناكل ونتبسط ونتمتع بالدنيا. خلاص ولا بخوكم؟ اوعوا تسمعوا كلامه، ده بيعمل كده عشان يهرب من الموت. انا مش هرد عليه، مصطفى هو اللي هيرد. كان يقدر يهرب ويشتغل لحسابه، لكن رجع عشان ينبهنا لحاجات كتير كنا غفلانين عنها. كل كلمه بيقولها هي عين الصواب. احنا بناخد ملاليم وعايشين عيشه الكلاب، محرومين من الدنيا. على العموم احنا عرفنا بعض بالمعروف نفرق بعض بالمعروف. خدتوا فلوسي واديتوها للي ما يستحقش، لكن انا هعرف اعوضها لنفسي. وخليكم انتوا زي ما انتوا. سلام عليكم. فرانس. ايوه يا درش. هتستنى ويانا على طول. حقك علينا، وادي راسك. كل واحد يبص على راسه. سايبين حافظ قاعد لوحده ليه؟ النهارده مكشر قوي على غير عادته، مش عاوز يقعد مع حد. صباح الخير. صباح الخير. حافظ بيه ما جاش لسه؟ اهو قاعد هناك اهو. متشكر. شوفوا ماله والله يا رشاد. يكونش وصلوا جواب من العصابه؟ ايه العصابه؟ صباح الخير يا حافظ بيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رجعت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. فعلا مدام الين كانت في مصر. لوحدها؟ لا، مع جوزها. لسه راجعين دلوقتي، ركبت معاهم في نفس القطر. كانوا بيعملوا ايه في مصر؟ بيتفسحوا وبيشتروا ذهب ومجوهرات. الظاهر هيهربوها وهم مسافرين. مسافرين على فين؟ اوروبا. مش عرفك؟ امبارح راحوا شركه طيران وعرفت انهم حاجزين محلين وهيرحلوا بعد اسبوع. Il faut pas qu'il sache que nous partons. Et qu'est-ce que je vais lui raconter alors? Téléphone lui
المدير كوا كو مو ماريا تلا اي ابري كو اللي بدو بارتير اي ابري تليفون لي الو حافظ حبيبي انا ما قدرتش ارد عليك على التليفون عشان جوزي كان واقف جنبي حجيلك حالا دلوقتي اتوت الور مون امور كم ساعة إلين ايه الغيبة الطويلة دي كلها؟ أنا كنت هموت، كنت هنتحر. حافظ أنا عارف من غير ما تقولي. ضحك عليكي. خد الفلوس وما رضيش يطلعك. لا يا حافظ خلاص لا هيطلقني. كمان جمعة. ما تصدقيهوش. أنا حظي وحش. أنا كنت بجهز نفسي علشان أسافر معاك نقضي شهر العسل في أوروبا. رحت الباسبورتات. بالصدفة جوزك لقيته هناك لما سألت بيعمل ايه قالوا لي بيطلع باسبور علشان يسافر انا قلت يمكن هيسافر لوحده بعد ما يطلعك انما عرفت انك مسافرة معاه شفت صورتك الحلوة دي جنب صورته في الباسبور حتى بالأمارة مطلعين فيزا وحتروحوا فرنسا مش كده يا شيريه هو غصب عليا يا حبيبي حددني يقول لكل الناس انا في حاجه بيني وبينك فانا خفت عشانك على اسمك ومركزك يا حياتي يا إلين يا حياتي الاقي فين واحده تحبني الحب ده كله وهتسافروا امتى يوم الاربعاء يعني بعد 3 ايام مش ممكن اسافر واسيبك هموت نفسي لا يا حبيبتي لا اوعي اوعي تضحي بنفسك ده انا كنت احرق روحي سافري وتمتعي وانا هعمل كل جهدي علشان احصلكوا على هناك ودلوقتي بقى مع السلامة لحسن بعدين جوزك يجي ويعمل فضيحة يلا يا ستي بس أرجوكي أول ما توصلي فرنسا تبعتيلي العنوان بالمظبوط روفار من أمور روفار شيري لازم ننفذها الليله او بكره بالكتير بس اللي بتعجب له اول نوبه الراجل ما يرسمش خطه من خططه الجهنميه كل اللي بعت يقولوا اذبحوا الخواجه ومراته واستولوا على الذهب والمجوهرات وخلافه جرايه يا مصطفى يا دي اول مره هنقتل فيها ولا ايه لا بس لازم يكون فيه رسم نمشي عليه ولا انا عايز دم الخواجه ومراته يعرصنا ونروح بلوش احنا لازم ننفذ كلام الراجل بالحرف الواحد جرايه يا جماعه العمليه دي مش لحسابنا خلاص نسرق الذهب والمجوهرات ونقلع ولا نقتل ولا نذبح يا جماعه يا الراجل قلبه علينا وبيفكر لصالحنا لازم نقتل الخواجه ومراته عشان لما البوليس يحقق في السرقه ما حدش من الاثنين يحط منطق تمام يا باشا نقتله وننزل بالبضاعه بالنا ري ونقتلهم ازاي هنا العقده
عرفتوا انكم ما تقدروش تستغنوا عن الراجل؟ بعدين انتوا احتستوا اهو. ساكت ليه يا سي فرانس؟ يا حاضر يا فهلاوي. ما تورينا كرماتك يا اخويا. وانا بس لسانته كده وهلضمه على الفاضي. انتوا عاوزين تقتلوا الخواجه ومراته؟ اه، ونسرق المجوهرات والذهب وخلافه. المسألة بسيطة خالص. اتنين يخرجوا، واحد يعمل ضابط والتاني عسكري، ويطبوا على الخواجه ومراته في عز النهار. في عز النهار؟ تعال بقى خلي واحد يعرف يتكلم. بونجور يا خواجه، احنا بوليس. الليله في عصابه هتاخد اجالكم. ما تخافوش، احنا هنعمل كمين عندكم هنا في الشقه لغايه ما نقفشهم. فين الذهب؟ فين المجوهرات؟ فين خلافه؟ بالطريقه دي هنعرف كل حاجه فين بالسهل. وبالليل حسب الساعه الفلانيه هنطب عليهم بربطه المعلم في الشقه على اننا البوليس اللي هيعمل الكمين. بونسوار مدام، بونسوار مسيه. الخواجه ومراته هيفتحوا لكم الباب وياخدوكوا في اهلا وسهلا. تقفلوا الباب وتعملوا اللازم. اوروفار اوروفار. اسم الله عليك، والله ما في منك ابدا. حق يا جدعان، رسم ما يخرش الماء. بلاش تضيع وقت، شوفوا مين فيكم هيعمل ظابط. روحي عن الشقه. جورج موجود؟ لا مش موجود. على العموم مش مهم، اسمحي. بقى يا مدام، البوليس بلغوا ان في عصابه هتطب عليكم الليله وتسرقكم. تسرقنا؟ تسرق ايه؟ احنا ما عندناش حاجه، احنا مسافرين. ليه؟ مفيش ذهب؟ ذهب؟ ولا مجوهرات ولا فلوس ولا خلافه؟ ابدا ابدا. طب قولي لي يا مدام، مفيش عداوه بينكم وبين حد؟ مدام. لا مفيش. لا في يا مدام، الظاهر ان في واحد بيكرهكوا قوي لانه مش عاوز يسرقكوا، بس عاوز يذبحك انت وجوزك. مونديو سان كريمينال ستين بونجي من بابار فرسا. مين ده مدام؟ الكلب المجرم، كل ده عشان عايز يطلع من جوزي. ومين ده مدام؟ حافظ امين. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مقاول. ها؟ مقاول. مقاول. وساكن فين؟ 11 شارع رط. اطمني يا مدام، ما تخافيش، احنا رجال البوليس هنحميكم منه ومن امثاله، وهنقبض عليه هو وعصابته. اسمحي لي التليفون. اتفضل. الو، المحافظة؟ اديني المباحث العامة من فضلك. افندم، مين؟ الرائد نبيل سعد. ابراهيم، ينصر دينك، بتتكلم منين؟
بكلم من شقة الخواجة جورج راؤول. لا يا فندم، العنوان مش مظبوط زي ما قلت لي. اكتب عندك. استنى ابراهيم. ايوه. والمدام الله يسترها نورت لنا الطريق، قالت لي ان في طار بايت بينها وبين واحد اسمه حافظ. حافظ امين. حافظ امين؟ دي معلومات تهمنا خالص. ها كمل. على العموم انا طمنت المدام وهطمنها اكتر دلوقتي. هفهمها معايا يا فندم؟ معاك قوي يا ابراهيم، قول. هفهمها ان العصابه هتطب الليله الساعه 11 11 بالظبط علشان تذبحهم وتسرق الذهب والمجوهرات وخلافه. وطبعا في قوه من البوليس هتوصل قبل منهم علشان تعمل كمين وتظبطهم متلبسين. طبعا يا ابراهيم طبعا. ها واذا حبيت سيادتك معلومات زياده، انا موجود هناك 72979. ايوه فاهم فاهم، ده تليفون العصابه. صح. عند سيادتك اي تعليمات يا فندم؟ متشكرين قوي يا ابراهيم، وانت هتكون مع العصابه طبعا. ربنا معاك يا ابو خليل، مع السلامه. اطمني يا مدام. في قوة من رجال البوليس هتيجي هنا من بدري وتستخبى في الشقة. العصابة الساعة 11 هتطب، افتح لهم الباب. ما تخافيش، كله بعد كده هيجي كلابوش. ارفار مدام. ارفار. ها. ازاي الحال؟ كل شيء تمام. امال ايه الاخرة كده؟ وصول الشغل يا خفيف. ايوه بس انت اتاخرت يجي نص ساعه. صراحه اصل خواجه حلت في عيني، رقعتها رمش وانا واقف بره زي اللطخ. ثانية واحدة يا عبد، اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي. ابراهيم. بابا. لا يا حبيبي ده مش بابا، أنا بس غلطت في الشبه، بابا لسه مسافر. لو كنت ابوه صحيح كان شبط فيا. ايوه 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 حق يا ابني، كنا وقعنا في حته دي مطب، انما ربنا ستر بقى. والمنجل والمنجل وفضل يحط دابيس في الراجل بتاعنا. قال ايه لازم تشتغلوا لحسابكم. اتكلم في ايه؟ ابراهيم بسلامته طلع بوليس. بوليس؟ قصدي اقول مرشد بوليس. يا نهار اسود، ازاي عرفت؟ طمني يا فرانس، ايه الاخبار؟ كله تمام. وتفتكر الواحد مننا يطلع في الشغلانه دي بكام؟ 1000 جنيه؟ 1000؟ قول 2000 3 كام؟ بصحتك. طب اسمع. ايوه. تخطف رجلك حالا. على فين؟ تشوف الست دي وتتاكد اذا كان صحيح مراته. ودي اعرف عنها ازاي؟ تسال في عياده الدكتور، اتصرف. طب اطلع عند اهلي شمعة من فوق.
شفت كل حاجة. فرانس كان حيودينا في داهية. اطلع بينا بسرعة. مساء الخير. مساء النور. أنا مخبر في المباحث. اللي شفتيني مع إبراهيم في الأسانسير. حتى ساعتها كنت لابس برد عسكري. ايوه تفضل. متشكر. خير؟ في حاجة؟ ايوه. العصابة عرفت ان ابراهيم مرشد للبوليس. وفين ابراهيم؟ جرى له حاجة؟ ضربوه بالرصاص. مات؟ بابا 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 مات. تعال يا حبيبي تعال اقعد هنا. ابوك ما ماتش، هو دلوقتي في المستشفى. ما كانش مسافر؟ لا يا حبيبي، كان بيضحي بحياته عشان يجيب لك الفلوس اللي قالك عليها ويعمل لك العملية وتشوف الدنيا تاني. هو طالب يقابلك حالا. فين المستشفى؟ مستشفى المواساة، وانا هستنى معاه لحد انت ما ترجعي. لا انا هروح وياك، لازم ازور بابا. لا 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 يا حبيبي، لا 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 لا، هو عارف انك انت تعبان وبيخاف عليك من الهوا، عشان كده ترجعني ابعت لوالدتك واستنى انا معاك لحد هي ما ترجع. يلا من فضلك بقى، مفيش وقت. فوق في ضيف عايز يشوفك. بأدي واجب وكنت عارف انه هيكلفني حياتي. يا حبيبي يا بابا، هم عاوزين منك ايه؟ دلوقتي هتقول لنا على كل حاجه، هتتكلم ولا لا؟ حاول. البوليس عارف الوقت ومراقب التليفون. مراقب مين فينا؟ الراجل الكبير. يعني وديتك لنا في داهيه؟ احنا لازم نقتله ونقتل ابنه كمان. لا ابنه معروف، موتونا انا، ادفنوني في الصحراء، بلاش هو، حرام عليكم. يلا يا رجاله، خدوا الواد والسلاح وطيران على الوكر القديم. وده هنعمل فيه ايه؟ هنسيبه هنا لحد ما نشوف الراجل بتاعنا هيقول ايه. الراجل من ساعتها قال يقتلوه واحنا ما سمعناش كلامه. معلش لازم نديله خبر، مش عاوزين نتورط اكتر من كده. انا هستنى معاه. محدش هيستنى معاه. قلت هستنى معاه. انا عارف الراجل حاول يقتلوه ومحدش هيقتله غير انا. يلا بينا. بابا حسن غريب. الساعة 11:30. يمكن يكون لما حد من رجالتنا هم طالعين. مش معقول. اتفضلوا يا جماعة. ايه يا ديشة؟ مش معقول. قالوا عليا شهد تاني. اسخبوا. ايه يا ريت تعالى. لو كان حصل أي حاجة كان إبراهيم اتصل بينا. مش يجوز مش قادر. Thank you.
في ايه؟ مين اللي كسر الازازه؟ شمع بالعربية أوام. أنا مش هقتلك بالمسدس ده. لا. أنا هشرحك حتة حتة. خلي البوليس ينفعك بس يا فرانس. يرموني في الصحراء مش كده؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. حضرتك مين؟ انا فرانس. فرانس؟ ما تستعبطش عليا لحسن احفز بيك الارض. فين الوكر القديم انت؟ انا يا ابني لا اعرف قديم ولا جديد. يظهر حضرتك غلطان في العنوان. مش سيادتك حافظ امين؟ ايوه. المقاول الكبير؟ مظبوط. ازاي الخواجه راؤول ومدام الين؟ انت رئيس العصابه. عصابه مين يا ابني؟ عصابه مصطفى يا ابوي وسليم يا جدي وسمعة وجاسر وزناتي. أنا بقى مش فاهم حاجة أبدا. ابني هيموت، رجالة خطفوه، دلنا على الوكل القديم قبل ما أخلص عليه. يا فندي أنت. يا فندي أنا راجل مجتمع. أنا صاحب مشروعات خيرية. أنت كلب ولا تسوى. ابني فين؟ أنت اتكلم. افتح. انت لسه هنا؟ فرنسا هرب زمان، رايح يجيب البوليس وهو قبض عليك، ده عارف انك رئيس العصابه. فرنسا فين الوكل القديم؟ في الملاحات. فين حته بالظبط؟ عند كيلو 16. قدامي اهو قدامي.
كلموا شمعة اتأخروا، النهار طلع ولسه ما جوش، يكونوش اتقفشوا. مش معقول. أمال راحوا فين؟ لازم بيقوموا بالواجب. واجب إيه؟ بيحضروا جنازة إبراهيم. أفراد العصابة اللي موجودين في العشة يخرجوا رافعين إيديهم فوق. أفراد العصابة اللي موجودين في العشة يخرجوا رافعين إيديهم فوق. البوليس بيكلمكم. البوليس بيكلمكم. ارموا السلاح اللي في ايديكم واطلعوا برا. مفيش داعي لاستعمال السلاح. قوات البوليس محوطاكم من جميع الجهات وتقدر تقضي عليكم. ودي عينة من اللي ممكن نعمله. جاسر وزناتي سليم وشمعة والراجل الكبير بتاعكم انقبض عليهم. كل اللي مطلوب منكم انكم ترموا سلاحكم وتسلموا الولد اللي معاكم. سلموا الولد وسلموا نفسكم وانا اعدكم بتخفيف الاحكام عليكم. كل المصايب دي جاينا بتاعت رسول الولد ده، فاحنا نقتله ونخلص منه. زناتي ما توديناش في داهيه، كفايه المصايب اللي احنا فيها. زناتي ابني، ابني قتلوه. هدى اعصابك يا ابراهيم، مش معقول يقتلوهم في موقف زي ده. محدش هينقذ ابني غيرك. انا؟ ايوه انت، انت راجلهم الكبير، تروح لهم وتجيب لي الولد. ما قلت لك دول ما يعرفونيش. دول يعرفوا بتاع السجاير بس. انت لسه بتتلامط؟ انا ما يكفنيش ابني 10 زيك. ان ما روحتش انا هفرغ في راسك المسدس ده يا فندي. اصل طيب هروح لهم. هروح لهم. مصطفى، انا حافظ امين، انا الراجل بتاعكم. انا اتفقت مع البوليس نسلم الولد، نسلمه وهيخلوا زميلنا. مصطفى اسمعني يا مصطفى، هيخلوا زميلنا يا مصطفى. مصطفى انا اتفقت مع البوليس ان احنا نسلم الولد، نسلم الولد وهيخلوا زميلنا يا مصطفى. مصطفى صدقني يا مصطفى. ما تصدقوش يا مصطفى، ده بوليس، دي خدعة. قنبلة غاز مسيلة للدموع.